سياده المستشار يعني فعلا عمل حاجه، فعلا رجع الهاندبول تاني. كان في مشكله كبيره في الفتره دي، مش هقول انا كنت فين. وسياده المستشار فعلا قدر يرجعنا كلنا ولمينا الفريق تاني، واول ما رجعنا كسبنا كل حاجه في السنه دي. ان شاء الله احنا بنوعد الجمهور السنه دي ان شاء الله ان احنا هننافس على بطوله الدوري، هناخد بطوله الدوري ان شاء الله وكاس مصر باذن الله. فانا بشكر سياده المستشار لانه جه على مشاكل كتير كبيره جدا كانت عندنا، والحمد لله اتحلت. وطبعا الغنى عن التعريف استاذ امير مرتضى عمل شغل كبير جدا. عمرها ما حصلت في العالم ان كل البطولات تبقى عندنا، اللي هي البطولات الجماعيه اللي هي اصلا فيها كوره. فالف الف مبروك للاربعه، يعني الدوري العام، الهاندبول، الطايره، الباسكت بول، ما شاء الله حاجه جميله. يعني ده ان دل يدل ان في شغل اشتغل. اولا بشكر طبعا سياده المستشار مرتضى منصور والمجلس الاداره على دعمهم للفرق الثانيه الهاندبول والطايره وكده والباسكت، على اساس ان دولت يعني لازم ياخدوا حقهم. طبعا فرحه تعم نادي الزمالك، عندنا كل الدروع دي، عندنا يعني احتفاليه فعلا كبيره الحمد لله يا رب بتوفيق من ربنا. وطبعا تحت رعايه المستشار احنا يعني، واحمد مرتضى عمل حاجات حلوه جدا جدا في العاب الصالات، معجزه تقريبا في الطايره. فالحمد لله، الحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا نجيب الدروع دي نادي الزمالك الحمد لله. واللعيبه كانت رجاله جدا جدا بصراحه. يعني بشكر الفرق كلها، الابطال اللي خدوا بطولات الهاندبول والفولي والباسكت وطبعا الكوره. موسم مميز، كل الالعاب الجماعيه، كل الالعاب الجماعيه قدرت ان هي تحصل على الدوري. وان شاء الله كل الفرق دي ان شاء الله في اخر السنه تاني تبقى بتتوج ببطولات تانية، ويبقى في منافسه بيننا وبين بعض في البطولات. بقول ان مهما حاول الاعلام يقلل من الانجازات، الانجازات بتطلع لوحدها. احنا نادي الزمالك في اخر 6-7 سنين خد كميه بطولات ما خدهاش نادي تاني. والاعلام ده دور بقى، ده اللي عمله المستشار مرتضى منصور ومجلسه دلوقتي حاجه مهمه جدا جدا. احنا عايزين جمهور الزمالك يفرح ويتفائل وما نخليش حد يحبط منه. زي ما انا قلت، انت بتاخد بطولات في كل الالعاب، بتاخد بطولات في كره القدم، بتاخد بطولات في كره انت اكتر نادي واخد بطولات في اخر 10 سنين. فانا بشكر المستشار مرتضى منصور، بشكر مجلس اداره نادي الزمالك، بشكر جماهير الزمالك اللي هي اعظم جماهير في العالم بجد. يعني جمهور الزمالك هو اعظم جمهور ويستاهل يفرح طول الوقت، لانه بيساند الفرق في الهزيمه زي النصر، لانه جمهور ذواق وبيفهم. بقول طبعا انا موجود في بيتي وسط جمهوري وسط النادي الكبير العظيم نادي الزمالك. بشكر طبعا، مش عايز طبعا اتكلم كلام مقارنه، بقالي حوالي شهر دلوقتي شغال في قطاع الناشئين مع كباتن مصر كلهم، قطاع معايا الكابتن طبعا كابتن محمد حلمي وكابتن عصام مرعي وكابتن احمد عبد الحليم وكابتن تامر عبد الحميد. الناس كلها طبعا الصراحه كلها على قلب واحد، كلنا هدف واحد، هو ازاي نطور من قطاع الناشئين بالكامل. وان شاء الله في خطه محطوطه باذن الله للسنه الجايه باذن الله. ان شاء الله اتمنى كل الخبرات اللي انا خدتها في الاحتراف وفي نادي الزمالك طبعا ومسيرتي الكرويه عموما، ان شاء الله ان انا اكون اضيفها لنادي الزمالك. لان انا طبعا اكيد يعني اي مكان لازم اكون موجود فيه دايما، كنت بحب دايما ان اكون موجود عند الاضافه وعند التطوير وعند الخطه. طبعا مع طبعا بايد واحده ما تسقفش، اكيد مع بقيه القطاع كله. اتمنى ان شاء الله ان انا اكون موجود دايما جوه نادي الزمالك لمصلحه نادي الزمالك، لان بعشق حاجه اسمها نادي الزمالك، ده حقيقه من قلبي. والله انا حابب اشكر المستشار مرتضى منصور على دعوته الجميله لينا النهارده بصفته اب مش رئيس نادي لينا. حابب اشكره على الانجازات اللي هو عاملها، كل يوم انجاز، كل يوم انجاز بنشوفه جديد ومستنيين منه الافضل. النهارده كانت رساله، كان موجه لنا دعوه ان احنا نيجي ندعم الفرق الرياضيه، وده كان افضل شيء ان احنا نيجي النهارده ونحضر عشان ندعمه ونقول له استمر كلنا في ظهرك. وبنقول للعيبه الكوره وبنقول لكل الفرق الرياضيه استمروا كلنا في ظهركم باذن الله. اول نادي في العالم ياخد 4 دوريات في كل الالعاب الجماعيه. شكرا مشروع منصور، شكرا مجلس الاداره. دي خطوه جميله جدا في ان احنا نكون نادي القرن الحقيقي الزمالك. شكرا مرتضى منصور
عايزين بس نطمن على اللعيبه اللي عايزه اللي احنا عايزينها تبقى موجوده في الفرقه. بنتمنى طبعا من ربنا انه اليوم ده يتكرر كل سنه، كل عام ان شاء الله نتجمع نفس التجميعه بنفس البطولات باذن الله. وبنتمنى طبعا المستشار مرتضى منصور يكون تدعيمات قويه لكل الفرق الجماعيه.